خلينا كده نكمل. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا البوت روم هو بيعمل ايه؟ الفيندر هو اللي عامله، بيبقى موجود على السيستم والتشيب بتاعتنا، وكمان هو في ميزه بس نسيت اقولها، ان هو بيختار لك البوتابل ديفايس. يعني هو ممكن يبوت من الاس دي كارد، ممكن يبوت من اليو اس بي لو ما لقاش اس دي كارد يدور على اليو اس بي، لو ما لقاش اليو اس بي بيبتدي يبوت لو في نتورك انترفيس اللي هو الاف تي بي مثلا. ده كده ايه؟ باختصار بسيط يعني البوت. فانت الفيندر هو اللي عامله، فبالتالي مش هيبقى على البارتيشن بتاعك. لطيف جدا، يعني حاجه ميك سنس جدا. طب امال ايه اللي هيبقى موجود؟ والله اول حاجه انا بتبقى موجوده عندي البوت كود دوت بن، لان البوت روم هيبتدي يدور على الاس دي كارد عندي على بوت كود دوت بن. تعالى فعلا نروح نبص كده، هل في حاجه هنا اسمها بوت كود دوت بن؟ اه الراجل ده. طب انا بقول لك البوت كود دوت بن ده بيلود مين؟ تعالى نبص كده، بوت كود دوت بن بيروح ينادي ستارت دوت الف. قلنا خلاص بقى اللودر دوت بن ده مش موجود دلوقتي، هيروح ينادي ستارت دوت الف. طب احنا عايزين نتاكد من الكلام ده، ممكن تيجي تعمل ايه؟ ممكن تيجي تعمل سيناريو كده لطيف، يعني تحاول تتشيك حاجه اسمها سترينجز. سترينجز دي بتجيب لك لو مثلا في الكود بتاع الباينري ده كان في اري مثلا كونستنت سترينج معمول هاش ديفاين معمول ما بين دبل كوتيشن، يعني اي سترينجز يقدر يقراها بيجيبها لك. كويس، يعني انا عملت مثلا بوت كود دوت بن كده، سوري الاو دي، بس هو جاب لك كل الايه؟ السترينجز اللي ممكن يلاقيها في الفايل ده. فانا عايز اشوف والله هو بوت كود بن ده بيروح ينادي على مين؟ بيروح ينادي على ستارت دوت الف. طب يا بوت كود بن، هل فيك جريب كده على اي حاجه داش اي دي؟ يعني اجنور الكيستن ستيف دي، اسمها ستارت دوت الف. لو طلع لي حاجه يبقى فعلا هو بيشوف في حاجه اسمها ستارت دوت الف، ففعلا في اوتبوت طالع. يبقى اذا بوت كود دوت بن ده بيروح فعلا يكلم ستارت دوت الف اللي هو فين؟ اللي هو هنا اهو. كويس لطيف. طب يعني بس عشان نثبت الكلام ده، انا ممكن اروح من بوت كود دوت بن اشوف هل هو ليه دايركت كول للكيرنل ايمج اهو. هل ليك دايركت كول للكيرنل دوت ايمج؟ ما لاقيش ليه دايركت كول للكيرنل دوت ايمج. ده كلام جميل جدا. يبقى خلاص عرفنا ان الستارت سوري البوت كود دوت بن ده هو هينادي مين؟ الستارت دوت الف، الراجل الجميل ده. طيب من الرسمه دي بنقول ايه؟ الستارت دوت الف ده بينادي الكيرنل ايمج. طيب تعالى نبروف الكلام ده. هل يا ستارت دوت الف عندك اي حاجه ليها علاقه بالكيرنل دوت ايمج؟ كتبت حاجه غلط، سترينجز مش سترينج، سترينجز. اه والله في حاجه فعلا عندي اسمها كيرنل دوت ايمج، ولسه واحنا قلنا برضو ان هو بيقرا ايه الستارت دوت الف ده لو انت فاكر، بيقرا الكونفج وبيقرا الكوماند لاين. فانا عايز اتشيك هل عندك حاجه اسمها فين سي ام دي لاين، سي ام دي لاين دوت تكست. اه عنده برضو سي ام دي، طالما طلع لك بالاحمر كده معناه ان السترنج ده موجود. طيب عندك حاجه اسمها كونفج دوت تكست، كونفج دوت تكست. اه والله في حاجه اسمها كونفج دوت تكست. طب احنا بنقولنا برضو ان هو بيقرا ديفايس تري باينري. طب عندك اي حاجه جريب كده برضو اي حاجه؟ بس عشان هنحط ايه كيس سنسيتيف فنحط ريجولار اكسبريشن فبنحط قبلها باك سلاش. اي حاجه دوت دي تي بي؟ اه والله عندي اوفرلاي دوت دي تي بي، وعندي بي سي ام اللي هو اسم السوك برسنتج دي على حسب بقى هو تبع انهي سوك، تبع والله راسبري باي 0 فهيبقى 2708 مش عارف كذا، راسبري باي 2 راسبري باي 3 مش عارف ايه، يعني ديبندنت على ايه انهي نوع راسبري باي، يعني برسنتج اس وبرسنتج دي اكيد بيعوض مكانها بايه؟ بفاليوز. لطيف، لان انت عندك 2710 و2708 فدي البرسنتج دي. طب وايه برسنتج اس؟ بقيه الكلمه بقى ريفيجن ريف 1 ولا 0 ولا مش عارف مثلا 2 كده يعني. كويس، فاذا هو فعلا ستارت دوت الف ده شايف الديفايس تري دوت باينري. يبقى السيستم لما بيجي يقوم والله بيقوم الروم بيبتدي بعد كده يقول الراجل ده، الراجل ده بيقول الراجل ده، والستارت دوت الف ده بيبتدي يقول مين؟ الكيرنل. وانس زي ما اتفقنا في اول في الليكشرز اللي فاتت، لما الكيرنل بيقوم بيبتدي هو طبعا بيبقى واخد من الكوماند لاين اللي هو الراجل ده شافها، بيبقى عارف البارتيشن بتاعه الروت فايل سيستم بيبقى عباره عن ايه وموجود فين. كويس، فبيبتدي ايه يماونت الروت فايل سيستم ده. فبعد ما يماونت الروت فايل سيستم اللطيف بتاعه ده يبتدي يرن الايه الانت بروسيس بتاعتك اللي هتلاقيها في الاس بن. سوري انا دخلت في البن اس بن، يرن الانت ايه الانت بروسيس دي، يبتدي يرن الانت بروسيس اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت اللي هي بتلقائيتها بتروح تقرا الاف اس تاب سوري بتقرا الانت تاب ويبتدي بلا 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 السيستم ايه يكيب جوينج عادي خالص. ده كده رحلة بسيطة كده نشوفنا ازاي الراسبري باي بتقوم. هنشوف المرة الجاية البيجل بون، بحيث ان احنا يبقى عندي فاريتي من البوتينج سيكونس، تبقى فاهم ان الموضوع فيه فلكسبيليتي، يعني الموضوع مش حفظه فقط يعني. اوكي.